مرأة عم بتعنف عم بتتصنف عم بتهمش هو عم بتاكل عم تنهمل عم تطنش نفسي لاقي بالنفسي تفسد للي عم يصير عارف عيبة قرصي واستحقر كل حقير من دون تبرير او زبط ايده على مرة هيك بيكون زلمة او هي مرجلية بدورنا شو اللي جرى كله نكر نكر وما سكر حقوق الجنس الاخر كيف قدر رح تكر انسى من لحم ودم الانسانية عم تختفى ما حدا عم يهتم لقلوب الطالب صار جفا شو عم تنطفى الظلم علي عم بيزيد اثار الدار البطن عفى بقي على جسم مشهود من دون مدى وحدود ترى مختلفة بالتعذيب ما بعمره صرع المثل اللي قدر بالحبيب بس بيضرب ومعيب ضربه غلط بالنهاية كنا ولاد ادم وحوى هيدا مختصر الحكاية لا للظلم لا للعنف من المسؤول يا ريت نفكر ونقرر كيف الظلم بيزول خلوها تعيش براحة لازم تكون مرتاحة لا تنسى كل جراحة رح نعرف المسؤول كل الناس عم تصنلها تحكمها بالناس يندف الاحساس للخلاص عم ينكرها هالانسان والايمان بيغيب المرأة حقوقها بتنهدر الكفر عم يعيب عم يحكم بقلوب البشر الظلم ما بينغفر هالايد عليا تنمد اجى الوقت اللي ينحط سيف في عالم حد ينشد وما ينصد كل انسان عحاله يزيد الرد وما تحتد مش معقول هيك ربينا بدنا العنف يتوقف يتحكم كل مسؤول مفكر ممكن انه الظلم عغيره رح بتقول ما عاد مقبول العنصرية البشرية تفرقة بالاجناس تموت فينا الحكم الانسانية الهامشية تملك قلوبنا سير نحكم بالظلم ضلع قاصر ترمك سر نتبلى بالشر الله عادل بالعدل امرنا ان نحكم حقوقها مثلها مثل غيرها مش لازم هالشي نكتم لا للظلم لا للعنف من المسؤول يا ريت نفكر ونقرر كيف الظلم بينزول خلوها تعيش براحة لازم تكون مرتاحة لا تنسى كل جراحة رح نعرف المسؤول يا للظلم يا للعنف من المسؤول خلوها تعيش براحة لا تنسى كل جراحة